خلال مديرية التدريب في وزارة الزراعة نقدم كل ما يفيد مزارعنا وإيصال الرسالة الإرشادية للمزارع. إحنا اليوم بصدد تقليم أشجار اللوزيات في منطقة جرش، نرغب في أن ندربكم على هذه العملية للوصول إلى أشجار سليمة ومحصول بأعلى الإنتاج. لازم المزارع يعرف وين مواقع الحمل لهذه الشجرة اللوزيات. الفروع التي بعمر سنة هي السنة هذه راح نستفيد من عملية الإثمار، فيجب على المزارع أي فرع بأعمار كبيرة تتعدى 3 سنوات نحاول نزيلها من داخل الشجرة، تفريغ داخل الشجرة، وكذلك عملية التطويش أو قص الفروع المرتفعة حتى المزارع يقدر أنه يقوم في عملية جمع المحصول من هذه الأشجار، لأنه بعض المزارعين يترك الشجرة 2 و3 و4. مزارعنا يحتاج إلى عمالة كثيرة وسلالم لإزالة هذه الثمار. بعد عملية التقليم بهذه الطريقة وهذا التهذيب والقص القمم النامية المرتفعة وانتهاء كامل من هذه الشجرة، شجرة الكرز، بتقليمها بشكل نهائي، يجب على المزارع في هذه الحالة كون الجو في فترة رطوبة نخاف من الأمراض الفطرية لهذه الفروع الكبيرة، يجب على المزارع إحضار مادة الماستيك والقيام بطلاء هذه المناطق ونتخلص من الأمراض الفطرية والحشرية في هذه الفروع. أي فرع يزيد للقطر عن هذا الحجم نقوم بعملية الطلاء بمادة الماستيك. بعد هيكلة هذه الشجرة، شجرة اللوزيات، في بعض المزارعين يفضل تغيير الصنف إذا كان صنف غير مرغوب فيه وإنتاجيته قليلة، في بعض المزارعين يحبذ في تغيير هذا الصنف أو جعل أكثر من نوع من اللوزيات على هذه الشجرة. نستخدم طريقة التطعيم بالقلم أو التركيب بالقلم في بعض المزارعين، وهي نجيب الطعم الأصلي ونقوم بعملية الشق لهذه الشجرة وعملية التقليم. خلال الموسم تبدأ من شهر 12 وتستمر إلى قبل بداية تفتح البراعم للأشجار وسط شهر 2 أو بداية شهر 3 بعد دخول المربعانية. هي عملية بالقلم، لأنه بالقلم يبر القلم ويوضع في هذا الشق، بحيث أنه مزارعنا في نقطة حساسة جدا لعملية القلم اللي راح ينحط داخل هذا الفرع. فالآن راح أحكي عليه بشكل تفسيري بشكل علمي. طبعا الطعم بهذه تقريبا من 4 سنتي إلى 5 سنتي، نترك عليه تقريبا 5 أو 6 براعم هذه البض اللي راح إن شاء الله أنها تطلع في الموسم القادم. فنقوم في عملية البري لهذا الطعم. الآن نقطة حساسة جدا مزارعنا الكريم يجب المتابعة احنا وياكم فيها. زي ما نلاحظ الكامبيوم او اللحاء لهذا الطعم يجب ان يلامس هذه المنطقة كما نشاهد بهذه الطريقة، كما نشاهد يعني الالتحام الاصل مع الطعم، وكذلك الكامبيوم يكون ملامس لهذه عملية الطعم الرئيسي. فنقوم في عملية اللف قبل الماستيك والتب. هذا الكيس لعملية التدفئة للطعم، ونحميه من درجات الحرارة الباردة في هذا الموسم. بهذه الطريقة نقوم كما تشاهدون عملية ربط التب من الأسفل. طبعا احنا راح نستخدم البيتموس حتى إذا ارتفعت درجة الحرارة في المنطقة يكون هذا البيتموس، يكون البيتموس تبريد للطعم ما ترتفع درجة الحرارة كما نشاهد بهذه الطريقة.
حفاظا للطعم ارتفاع درجة الحرارة وكذلك تدفئة الطعم كما نشاهد. طبعا هذه الطريقة ناجحة 100%، يعني ما في مجال للخطأ. نغلق تماما هذه المنطقة بواسطة التب. طبعا هاي بعد 20 إلى 25 يوم راح نفتح المنطقة العلوية، راح نلاحظ بوجود التبرعم للعقلة اللي تم تركيبها. بعد 20 إلى 25 يوم يبلش عملية التحام الأصل مع الطعم، ف 25 يوم يبلش إنه عملية النمو من جديد، فنفتح هذا الغطاء للخارجي فتطلع البرعم، فتكون هذه الطعمة بشكل ناجح وناجح 100%.